إذا مرحبا بكم في حصتكم ولدنا تحت جناحنا. موضوع اليوم موضوع مهم، مهم جدا. أنا نقول لك باللي هذا الموضوع نتاع الدروس، دروس الدعم، وكان عنده تسميات كثيرة. حصتكم الأسبوعية ولدنا تحت جناحنا جيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو الدروس الخصوصية أو دروس الدعم، les cours particuliers ou les cours de soutien. مش هو هذا الدور، هذا النوع من الدروس هي دروس إضافية خارجة عن الدروس المقدمة من طرف المدرسة، من طرف المنظومة التربوية حسب البرامج والمناهج وإلى غير ذلك. سيكولوجية هذه الدروس إذا صح التعبير، يعني كيفاش تكون الانعكاسات النفسية وما هي الضرورات التعلمية النفسية؟ كاين بعض الاضطرابات التعلمية أو المدرسية اللي يساعدوا فيها الأولياء فقط. تجربتي الحية هي الفصل الأول يكون عادي، أنا نقدم وليدي عاديا، نحب نتكلى عليه، وإلا كانت ناقصة وما قدرش يوصل المعدل اللي لازم يكون نروح للدروس الخصوصية. إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ممكن التواصل معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا، ممكن تاني ترسلونا بالمواضيع اللي تهمكم وسوف تدرج إن شاء الله. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننجح.